كان الموسيقار الفرنسي هكتور بيرليوز من أقطاب المذهب الرومانتيكي في الموسيقى، وقد أعلن ثورة هوجاء على كل القواعد في سيمفونيته الأولى التي ألفها وهو في 27. فشل بيرليوز في حبه، وتركته المرأة التي أحبها إلى رجل آخر، وتخيل أنه تناول جرعة كبيرة من الأفيون جعلته يقدم على قتل المحبوبة، وجزاء فعلته سيق إلى المشنقة. هذا ما تخيله بيرليوز، وعلى هذه الأفكار كتب موسيقى سيمفونيته الخيالية فانتاستيك. كان الاستقبال للسيمفونية حارا، ووجد الشبان الباريسيون الذين يهوون الموسيقى رمزا لثورتهم. عندما انتهى عزف الحركة قبل الأخيرة من السيمفونية، ثارت ثائرة الحضور واستعادوا الحركة. والكلمات التي وصف بها بيرليوز هذه الحركة هي المسير إلى المشنقة. بالمناسبة، تزوجت محبوبة بيرليوز رجلا آخر، ولم يخرج من قصة حبه لها إلا بهذه السيمفونية التي رسخت العصر الرومانتيكي ترسيخا، والتي أطاحت بمفاهيم العصر السابق، العصر الكلاسيكي في الموسيقى، إطاحة لن نشهد لها مثيلا إلا بعد 80 سنة، عندما فعلها سترافينسكي مرة أخرى. هكتور بيرليوز والحركة قبل الأخيرة من سيمفونيته الأولى.